احتفلت جمعية الضياء الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة مارب بتخريج الدفعة الأولى لحفاظ كتاب الله لعدد 35 حافظا وحافظة. التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي. برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، احتفلت جمعية الضياء الخيرية لتعليم القرآن الكريم بتخريج الدفعة الأولى لحفاظ كتاب الله دفعة الشيخ المرحوم سعيد سهيل لعدد 35 حافظا وحافظة. أكدت الكلمات على أهمية دور الجمعيات ومراكز التحفيظ في تخريج كوكبة من حفاظ القرآن الكريم. نحتفي بأهل الله بمن أكرمهم الله وخصهم من عباده بحفظ كتابه. نحتفل بتكريم دفعة الشيخ سعيد سهيل رحمه الله، والذي كان من أبرز مؤسسي جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم. وبعد توقف دام لسنوات بسبب الأحداث التي جرت في البلاد، استعادت الجمعية نشاطها ونهضت من كبوتها في أبريل من العام 2017. أمسكت بزمام المبادرة وخطت خطوات إيجابية في عمل مؤسسي منظم ومرتب، واستمدت عونها من الله جل وعلا، ثم من جهود الرجال المخلصين وبدعم مادي ومعنوي من أهل الفضل والإحسان، مما ساهم في نهوض الجمعية واستمرارها في أداء رسالتها بإيجاد جيل حافظ لكتاب الله عاملا به. أشاد الخريجين بالدورة التنويرية لجمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم. بالله بنعمة تتم الصالحات، أود أن أعبر عن فرحتي بهذا اليوم، فرحة لا يسع يعني لا يمكن أوصفها بأي شعور، لأن ربي وفقني لحفظه، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل الله وخاصته، لأن في هذا ما وصلنا إلى حفظ القرآن إلا بعد أن بذلنا الجهد واستثمرنا الوقت، والحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا. مزيد من الحفاظ الحقونا وإن شاء الله دربهم سائرون. بمناسبة تخرجنا لهذا اليوم الحافل، نريد أن نشكر القائمين على هذا الحفل الجميل الرائع، ونحن نكون يعني خدمة لوطننا. ثم أما بعد، أحمد الله وأشكره على هذا الفضل العظيم الذي منه الله به علي على حفظ كتابه العزيز، وأسأل الله العظيم أن يعينني على حسن العمل فيه وعلى حفظه. رسول الله، جمعية الضياء تقيم هذا النشاط تحفيز وتشجيع للطلاب الذين انتظموا في الحلقات ووصلوا إلى هذه الدرجة من الحفظ والإتقان لكتاب الله، ثم للطلاب الآخرين لأن يتحفزوا ويتشجعوا نحو الاتجاه لتعليم كتاب الله ولحفظه، وليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع ينشرون الخير نحو الوسطية والاعتدال بعيدا عن التطرف والغلو والآفاق والأطر الضيقة كالمذهبية الضيقة والمناطقية المقيتة، فهم إن شاء الله تعالى سيكونوا في المستوى اللائق والذين يجري على أيديهم الخير بمشيئة الله تعالى. تخلل حفل التكريم العديد من الفقرات الإنشادية نالت استحسان الحاضرين، وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين بالشهادات والجوائز التشييعية. لقناة عدن الفضائية محمد